تقوم سرية المدفعية التابعة لجيش المجاهدين قطاع الساحل بدك معاقل الشبيحة وميليشيات الأسد في قمة النبي يونس لمساندة العمليات العسكرية التي يقوم بها إخواننا المجاهدين في جيش الفتح. طبعا القمة المذكورة قمة النبي يونس تعتبر قمة استراتيجية كونها مطلة على سهل الغاب بالكامل، ونحن نقوم بدكها اليوم بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نصرة ولمساندة إخواننا بجيش الفتح.